اول لما بنسمع كلمه حلم بنقول خير اللهم اجعله خير، ومعظمنا طبعا بلا استثناء بيحلم وبيكون عنده تفاصيل جوه الحلم ده. في مننا اللي بيصحى مبسوط، وفي مننا اللي بيحلم حلم وحش ويخاف يحكيه او يتكلم فيه عشان طبعا ما يتحققش، او بيبقى قلقان منه قوي، مرعوب منه قوي. عشان كده احنا معانا النهارده الاستاذه امل يوسف مفسره الاحلام، اللي هنعرف منها تفسير بعض الاحلام وهل في فرق بين الرؤيه والحلم والكابوس. ده اللي هنعرفه منها، وطبعا هنستنى مكالماتكم، ارقامنا تكون موجوده قدامكم على الشاشه، هنستنى مكالماتكم واسئلتكم للاستاذه امل. ولو في حد عنده اي حلم محتاج لتفسير او يعرف سبب الحلم ده او تكرار الحلم ده ايه، كلمونا على طول. استاذه امل اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي، منوروني، مبسوطه قوي ان انت معايا. والله شرف ليا ان انا طالعه معاكم النهارده. ربنا يخليكي. في البدايه خلينا نتكلم في الاول خالص عن الفروق، الفرق بين الحلم والرؤيه والكابوس، عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم عن ايه بالظبط. ايه الفرق ما بين الثلاثه دول؟ الرؤيه بدايه بتكون يعني امر انت هيحصل لك، اوكي، فبيحس بي يعني بيبشرك او بيحذرك من امر او قرار هتاخديه، او بيديكي فرحه ان اصبري لو انت مثلا ايه بقالك فتره مستنيه، لا اصبري في خير جاي، فبيديكي طاقه ايجابيه وبيديكي ان لا في حاجه هتحصل حلو. دي الرؤيه، والرؤيه دي بتكون عاده قصيره مكونه من حدث يعني من مكان او مكانين، ما بتبقاش طويله، بتبقى يعني قصيره جدا. الحديث النفس او ادغاص الاحلام دي بتبقى كلام في عقلك، اوكي، عمال عقلك يتكلم وانت نايمه. ومؤخرا اكتشفت ان الحديث النفس ده ممكن يضم اكثر من مشهد، يعني تلاقي نفسك مثلا انت في اوضه النوم، طلعتي على الصالون، رحتي بره، لقيت نفسك في السوق، كل دي احداث منفصله حصلت في حياتك. فعقلك جمعها زي ايه، ما عامل لك مثلا فيلم عن رحلتك في الحياه وعملها لي، ده حديث نفس مش ملوش مدلولات غير ان عقلك بيتنفس يعني بيطلع الكلام. والكابوس طبعا مرعب، بس برضو من ضمن الحاجات اللي انا قدرت اوصل لها الحمد لله، ان الكابوس معظمه ان ما كانش حاله نفسيه سيئه فهو دلاله على الم الانسان بيعاني منه في جسمه، فعقلك بيصحيكي عشان جسمك موجوع، فبتصحي تلاقي تعبان قرصك في ايدك وايدك وجعاكي، هو فعلا اصلا ايدك وجعاكي، فعقلك صور لك ان في تعبان بيقرصك، او انت نايمه مثلا رقبتك مش مظبوطه او نايمه ايدك وجعاكي، فبيديكي حاجه مرعبه عشان تتخضي وتقومي وتلاقي ان ايه لازم تظبطي شويه نومتك. يعني سبحان الله الجسم بيبقى بيدافع عن نفسه، بيدافع عنك، عقلك بيدافع عنك جدا وانت نايمه. طيب الاحلام اللي هي في بعض الناس تحلم حلم ويفضل الحلم ده صعب وعايزين يخلصوا من الحلم ده، فيصحوا من النوم يرجعوا يناموا تاني عشان يعني زي ما تقولي بيعملوا ريستارت، اقفل الفيلم يمكن اجيب يجي لي فيلم تاني، يرجع الحلم يكمل زي ما هو. ده ايه يعني؟ برضو هل ده ليه علاقه بالعقل الباطن ولا حلم ولا يعني؟ بصي، ممكن تكون رؤية ولازم توصل كاملة، فمهما صحيتي وقمتي ونمتي أنا كنت بشوف رؤى بعد شهرين بكملها وكانت بتتحقق، فما فيش ليها قاعدة غير ان انت الرسالة لازم توصلك كاملة. ده لو كانت رؤية، اما لو كانت حديث نفس فعقلك برضو مصمم ان هو يستعرض الحاجة دي. انا بقول ما تخافوش الاحلام، بالعكس انتوا لو فهمتوا دلالات الاحلام والرؤى هتلاقوا عالم تاني جميل جدا، يعني هيديكوا معلومات، حتى معلومات ليكوا واللي حواليكوا وللمستقبل، وممكن يبين لكم حاجة حصلت في الماضي وانتوا ما كنتوش شغالين بيها، علم تاني يعني. جميل. طيب في ناس كتير بتحلم زي ما قلت كده حتى في الانترو، ان في ناس كتير بتحلم تبقى الاحلام بتاعتهم شايفينها ان هي وحشه، ما بيحبوش يحكوا الحلم ده، بيخافوا يحكوه لحسن يتحقق. هل ده حقيقي فكره؟ لا. ان انا اصحى احكي الحلم او ما احكيهوش، يعني لو حكيت حلم حلو ما يتحققش؟ لا. ولو حكيت حلم وحش يتحقق؟ لا خالص. احنا انا مش بحب افسر الاحلام السيئه اللي فيها غالبا وفاه. ليه؟ عشان انا مين انا عشان اقول لها مثلا فلان هيموت، حتى لو ظهر كرمز في الرؤيه، اوكي، انا بس يعني ايه ما بحبش افسرها عشان ما ضايقش اللي قدامي. احيانا الكلام السيء بيكون وقعه أسوأ من الحدث اللي ربنا يعني او القضاء ربنا، فبالتالي ده ما بفسروش انا كمفسره. لكن مين قال ان اللي بتشوفيه في الحلم سيء ممكن يكون سيء في الحقيقه؟
ده أنا في واحدة جت ومرعوبة جوزها حلم بريح فتحت عليه باب، اتفتح عليه ريح وهوا طيار، هوا جامد قوي جامد والهوا طيرهم وبقى يلزق في هدومه قطن وريشه. قلت لها جوزك هيتغير حاله للأفضل جدا، يعني هيجي لكم فلوس وهيجي لكم. وفعلا جوزها كان دبلوماسي وجاله بره ما اعرفش ايه، طلع بره وبعد سنتين بتقول لي انا بدور عليكي، ده انت بشرتيني، احنا كنا مرعوبين. فمش شرط الحاجة دي تكون مخيفة ابدا. يعني مش كل حاجة تشوفها في الحلم مخيفة او تترعب منها. وبعدين الحاجة اللي سألتيني عنها، القدر اللي ربنا كاتبه على البني آدم مش مستني واحدة زي أمل أو أي حد من البشر يقوله عشان يقع أو لا يقع. صح، ربنا قضاؤه نافذ. مظبوط. فإحنا لو قلنا أو ما قلناش، يعني بيجي لي ناس من 20 سنة يقولوا إحنا فسرنا والحلم ما وقعش. هو وقع الحلم، ما بسألهم على الرؤية بقول لهم حصل كذا، أيوة حصل، بس التفسير أقول لهم مش عارف التفسير، التفسير غلط ما يقعش، التفسير الصحيح فقط هو اللي يقع. مش لأن أنا فسرته صح، لأنه ربنا هينزله كقضاء كده. بس الفرق ان اللي بيعرف يفسر لك واللي ما بيعرفش. يعني الواحد ممكن يشوف حاجه حلوه في الحلم وتطلع معناها او مدلولها وحش، وحاجه وحشه في الحلم ومدلولها حلو جدا. هي قبل ما مامتي تتوفى حلمت حلم غريب قوي، وكان حلمت بشجر التفاح في البلكونه بتاعتي، وبحاول نفتح البلكونه بسبب شجره التفاح دي مفرعه قوي ومزهره تفاح احمر حلو جدا، بس نفتح نحاول ناخد مش راضيه، مش البلكونه مش راضيه تتفتح من كتر ما الشجره. مامتك كان عندها كانسر او حاجه؟ اه، اورام. اه، ده كان ايه بقى؟ لا لا، ما هو الناس لازم تعرف برضو الدلاله دي، ما دي لان انا لما شفتها انا ما بقدرش اقولها على الهوا. ما خلاص مامتي توفت، ما نزل بقى. لا، مامتي توفت الله يرحمها. الله يرحمها. بس انا اقصد ايه، يعني انا عرفت الحاله من كلمتك. تمام. هديكي التفاحه دي الحمراء، ده دلاله على مشكله او مرض او ورم. تمام. وكون الشجره محمله بده يعني هي انتشر في جسمك. ده كان حقيقي، حصل، ده كان حقيقي. الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليها. طيب احنا معانا زينه على التليفون، اول مكالمه معانا. الو يا زينه. الو. الو يا زينه، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. والله احنا بنحب حضرتك قوي. ربنا يخليك يا زينة، ربنا يخليك. بنحب البرنامج بتاعك وبنستناه. كلك ذوق يا زينب، والله كلك ذوق. أنا كمان بحبكم جدا وسعيدة بوجودك معانا النهاردة ومكالمتك. اتفضلي. ربي يخليك يا أستاذة نور، يا رب يخليك. كلك ذوق. اتفضلي سؤالك للأستاذة أمل. ماشي. أنا حلمت. أيوة. أنا حلمت إن خالي بيسلم عليا. في مكان واسع بيسلمني، يسلم عليا ويبوسني كده، انا متزوجه. وحوالينا حمام بيطير. تمام. خالك متوفي ولا موجود؟ لا، عايش. تمام. ومكان مفتوح، جنينه او مكان واسع كده ومفتوح. اوكي. في سور؟ مكان واسع كده مدور. سور واسع مدور. وحمام بيطير ابيض، حمام ابيض. مامتك موجوده؟ امي عايشه وابويا متوفي. طيب هل في ليكوا حقوق عند خالك ما خدتوهاش منه؟ يعني هو حرمكم منها او واخد حق مامتك؟ ابدا، ده لا، ده خالي الصغير بيحبني وهو الوحيد اللي بيسال عليا وكده. حلو قوي. تشتغلي؟ لا، انا ست بيت. طيب يا حبيبتي بصي، ان خالك يبوسك مش حضنتي، لا هو اللي بيبوسك صح؟ بيتكلم عليا بياخدني في حضنه كده يعني وحشاني. لا، باسك ولا حضنك؟ بيسلم عليا وبيبوسني عادي. حبيبتي البوسه يعني هو في حد انت نافعاه في العيله، انت بتساعديه ماديا. تمام. ومن ضمن الاسره ممكن يكون ولد من اولادك، ممكن يكون اخ من اخوانك، ممكن خالك نفسه، يعني انت جايه له بمنفعه. فهماني يا روحي؟ فكون ان هو بيبوسك يعني هو جاي له منفعه منك. عشان كده سألتك أنا، هل في حاجة حد مستنفع من وراكي؟ بس أنت راضية، أنت مش متضايقة، بس أنت لا. إيه؟ لا ولا حاجة. مش فاهمة. لا، أنت مش فاهمة، أنت مش فاهمة السؤال بتاع الأستاذة أمل. بتقول لك، قول لها تاني السؤال معلش. حبيبتي في حد مستفاد منك أنت عمالة؟ لا، أنا ست بيت وغلبانة وعلى قدي وكده. ما هو بقى ممكن يكون بيستفيد منك بطريقة تانية، بيستفيد منك نفسياً، يعني لا، فايدة مادية. منفعة مادية؟ منفعة مادية. طيب شكراً يا زينب، زي ما قالت لك أمل كده، إنه أستاذة أمل ممكن إنه ممكن يكون جوزها كده، واضح إن في منفعة مادية بتحصل. طيب إحنا كمان معانا يارا على التليفون. ألو يا يارا. ايوه اهلا وسهلا بيكي،
انا دلوقتي حلمت امبارح ان واحده صاحبتي حلمت انها اتخطبت بس هي مش مخطوبه، وكانت ماسكه الدبله بتاعتها، فبعدين بقول لها الدبله بتاعتك جميله قوي، قالت لي ايوه ده انا انخطبت بس انا مش عارفه هو اسمه ايه. وبعدها بيومين جالها واحد بس ما هوش كويس، كان مسجون يعني وكده. خلاص اتفسر الحلم انك حلمتي انها اتخطبت وهي فعلا اتخطبت، يعني هو اتفسر الحلم. بتقول ان هو مش كويس. ما هو هي ما قالتش غير اتخطبت، ما وصفتليش حاجه في الخطيب عشان اقول لها كويس ولا وحش. هي قالت اتخطبت بدبله حلوه وكانت عاجباها، والدبله حلوه وكانت عاجباها، فهي ما فيش حاجه تبين ان الخطيب فيه امر، يعني ما وصفتوش كان لابس ايه، كان وشه عامل ازاي، هي بس قالت اتخطبت. فهو اتفسر انها اتخطبت. اما لو في، يعني انا مش هجيب من عندي، لو في حاجات تانية هي المفروض تقول، انا اطلع لها المعنى. تمام، بشكرك يا يارا جدا. عايز اسالك يا امل، هل في دلالات ثابته للاحلام؟ يعني مثلا لو شفت حاجه معينه، يعني ناس تقول لو شفت نفسك بتموت في الحلم يبقى انت عمرك طويل، لو شفت دم في الحلم يبقى كده الحلم ده. لا، ده من ضمن اشهر الحاجات. الغلط في التفاسير. يا ريت تقول لنا ايه الحاجات الصح. الدم هو المال. يعني لما تلاقي نفسك بتعلق دم يعني انت هيجي لك فلوس. نزفت هتخسر مال. فالدم هو المال، ما بيفسدش الحلم ابدا. لما تلاقي قدامك حد نزف يعني ده حد خسران فلوس. ما بيفسدش الحلم. في كتير حاجات غلط الناس على مر الوقت مسكت فيها وهي غلط، تفسيراتها مش صحيحه. ولو حد شاف حد، يعني شاف نفسه بيموت او حد بيموت، لا، الوفاه هنا ممكن ليها دلالات اخرى. احيانا تحس ان روحك فرقتك، معنى كده انت فقدت حد عزيز على قلبك. مش شرط يكون. واحيانا بيقولوا الوفاء انك انت هتبتدي مرحله جديده من حياتك افضل من اللي فاتت. انك انت هتتولد من جديد، ليها دلالات كتير. طب وقوع الاسنان وتكسير الاسنان. في ناس تحلم ان السنان وقعت، وفي ناس تحلم ان كده، وبعدين تقوم السنه مكسوره، السنان مكسوره. هل برضو ليها دلالات؟ سمعت طبعا ان ليها دلالات، ويقول لك السنتين اللي قدام يعني كذا وكذا، والسنتين اللي جنبهم. ده حقيقي، بس ده واحد من ضمن 20 تفسير مثلا للاسنان. الاسنان بتبتدي من ابسط حاجه زي رسوب في ماده، خساره مبلغ، يعني زي النهارده مثلا واحده صديقتي بتقول لي لقيت الضرس في ايدي، قلت لها انت خسرتي مبلغ 3000، قالت لي قلت لها بس هو ده تفسيره. تمام، يعني انت عارفه الرقم بالظبط. بالظبط. بجيب لك انا، لو انت قلتي لي على رؤيه ممكن اجيب لك في جيبك في كام، او انت مخبيه كام. انا احيانا كتيره لما بلاقي الموضوع، واحده بتتصل فيها مثلا في اللايف وانا في المطرح ما بطلع لايف في تيك توك، بقول لها في حد جنبك الاول، ولو سالتك هتجاوبيني ولا، لان احيانا بيبقى في حاجات محرجه ماديا واجتماعيا. اكيد. فانا قلت لها انت خسرتي 3000، قالت لي فعلا انا عليا 3000، لما يجي لك فلوس هتطلع 3000 دول على طول اول حاجه هتطلعيها. قالت لي فعلا انا كنت ناويه كده. فالدرس بيبتدي من مبلغ لرسوب في ماده لطلاق لانفصال، بيتدرج لهي اعلى حاجه الوفاه. بس مش كل مره الواحد بيحلم ان درس وقع معنى كده ان في وفاه. مش كل مره. مش مره. لا لا. طيب احنا معانا برضو محمد على التليفون، اكيد عنده سؤال عايز يساله لك يا امل. الو محمد. الو يا محمد. ألو. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل سؤالك. بقول لحضرتك الحلم ده بيتكرر معايا، اللي هو مثلا بحس ان انا بقع من حاجه عاليه وبحس جسمي بعد كده بيتنفض وبقوم. اكشف على الضغط عندك يا محمد، الضغط عندك مش مظبوط، بيحصل لك هبوط وانت نايم. تمام. لا هو ما بيحصليش هبوط، انا الحلم ده بحس ان هو بيتكرر معايا، بحس مثلا ان انا مثلا بقع من فوق مثلا حاجه عاليه. شفت 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 الوقوع ده وانت نايم، دمك بيحس بعد كده جسمي بيتنفض بروح قايم على طول. جسمه بيتنفض بيقول عنده مشكله في الـ في الـ في بيحصل له هبوط. ده هبوط بيحصل او عنده فقر دم. لكن ملوش علاقه باي حاجه تانية، يعني دي حاله صحيه. فهمني يا محمد، مش نفسيه ولا صحية. اسريه. لا لا صحيه. تمام، اصل الحلم ده بيخوف برضه. طبعا. وبيكرر عند ناس كتير. ده حقيقي. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. كمان في ايه معانا على تليفون. الو يا ايه. الو. ايوه. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. هو انا حلمت حلم غريب شويه. حلمت ان انا طالع لي زي شعر في وشي. وان انا جايه زي بحلقه كده او حاجه.
فاللي هي زي القرصي من فوق كده اتفتحت شرطتين، هي كانت مفتوحه بس مش بتطلع دم ولا اي حاجه. يعني قرتك لما اتفتحت وانت بتحاولي تشيلي الشعر الزياده اللي طالع في وشك ما نزلتش دم؟ ما نزلتش دم لا. اوكي اتفضلي. تشتغلي كم؟ عندك كم سنه حبيبتي؟ 30. بتشتغلي؟ نعم. بتشتغلي؟ لا حاليا لا. انت كنت في مبلغ كنت محتاجاه وصرفتيه كله الفتره اللي فاتت؟ لا. في كان معاكي مبلغ صرفتيه كله؟ كان معايا فلوس واتصرفت كلها. طيب يعني أنا لازم اسال مره ثانيه. هي دي فلوس حبيبتي كانت معاكي وانت صرفتيها تمام؟ تمام. مفيش تمام. حاجه تخوف يعني، ده مال كان معاكي وانت اتصرفتي فيه كله لدرجة انك ممكن يعني يعني ما بقاش معاكي اصلا وفتحتي على نفسك فتحة انه انت ما بقاش معاكي فلوس. بالظبط. تمام. شكرا يرزقك. يا آية. يا رب ان شاء الله. شكرا يا آية جدا. امل، في ناس كتير تقولك انا ما لما بنام ما بحلمش. هل ده حقيقي؟ في ناس ما بتحلمش؟ لا، لازم تكون بتحلم. بس انت ازاي هتفتكر ان كنت نايم في نوم عميق وما صحتش ما حصلش انتباهة؟ طيب الحلم ده ما تخزنش في الذاكره لان عينك ما شافتوش، فانت ما صحتش يعني ما عرفش يودي لك للذاكره، فانت مش هتفتكر. اذا ما كنتش تصحى بعد الرؤيه دي مش هتفتكره. بس انت بتحلم، كل الناس بتحلم، ما ينفعش ما نحلمش. احنا سالنا عن الاحلام المتكرره. الاحلام المتكرره دي فعلا حاجه من الحاجات اللي صعبه قوي وبتخلي الناس زي ما هو سالك، هو قاعد مرعوب ومتخيل ان دي حاجه ممكن تحصل له في حياته، انما هي حاجه ليها علاقه بصحته هو. ده حلم اللي هو حلم السقوط. طب حلم في احلام بتبقى حلم بيبقى ارتفاع او حلم الهروب المتكرر مثلا من خطر. الهروب المتكرر ده دلاله على ان في ناس تطالبك بامر ما. يعني إما حد عايز يتجوز بنت جميلة وهي مش عايزة فهي بتهرب، إما ديانة ناس عايزين فلوس من حد طالبينه فهو عمال يجري عمال يسعى إن هو يخلص من المطاردات دي. فإن كانت بنت وجميلة وعليها طلبات جواز فهو ده الهروب، أو إن كان حد عليه ديون فهو بيهرب. لكن هو مش حاجة تخوف، هو بس في مطالبات عليه. بس ممكن تكون مسؤوليات كتير وكده. ممكن مسؤوليات بس هي طلبات عليه اكتر. طلبات يعني عايزين منه. الارتفاع احيانا الارتفاع بيكون ارتفاع في المكانه، واحيانا بيكون تشدد في الراي وعند واحيانا بيكون انتقال من مكان لمكان. لو اللي بيرتفع ده لقى نفسه شايف تحتيه حاجات بتتحرك، يعني طاير بحته ثانيه. أيوة، رايح لحته ثانيه. سفر، حاجات كده. واحيانا بيكون صعود في الوزن. هنتخن. يعني عارفه كده، يعني هو ليه كذا دلاله. جميل يعني. جميل. طيب احنا معانا برضو حد على التليفون. معانا جمال على التليفون. الو يا جمال. الو. اهلا وسهلا بيك يا جمال، اتفضل. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا. انا يا فندم انا حلمت. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. انا سامعه حضرتك. حلمت ان بنتي خارجه من الحمام. أيوة. بنت كبيرة وفي نار ورا منها، وانا قمت اجري والحمد لله طفيت النار دي يعني. تمام. بنته الكبيره خارجه من الحمام وفي نار ورا منها وقام يجري يطفيها. عندها كام سنه بنتك؟ بنتي حوالي 32 سنه، متجوزه ومعاها اولاد. تمام. كان عندك مشكله ماديه الفتره اللي فاتت؟ اتحلت ولا لسه؟ لا يعني كان حصل فتنة وحصل مشاكل عليها يعني. طيب حاول تطفي النار دي بقى وان شاء الله امورك. بس انت مش هتصرف الفلوس دي يعني، انت مش هتخسر فلوس، فبس حاول تحل المشكلة. مش هخسر فلوس؟ لا. تمام. بس حاول تحل المشكلة. ماشي. اهلا وسهلا. شكرا ليك جدا جمال. امل انا عايزه تفسير بالتفاسير الحلوه دي. ان الناس عماله يجي لها فلوس على الهواء، واحنا شوف لنا حاجه كده. ان شاء الله يا رب ابشرك. يا رب ان شاء الله. رؤيه المتوفي في الحلم من اشهر الحاجات اللي بنسمعها. انا شفت ابويا وهو جاي ياخدني، انا شفت خالي وهو جاي ياخد امي، الحاجات اللي زي دي. هل ده فعلا حقيقي ان انا لما اشوف المتوفي او اكل معاه او الحاجات دي؟ زي الاسنان. بس هي احسن من الاسنان بكتير. يعني رؤيه المتوفي ليها احسن. كذا ليها كذا وجه. متوفي لو جاي هيجي لك ورث
أو حد قديم هيرجع لحياتك. تمام. حاجة فقدتي الأمل فيها وجاتلك، لو لقيتي باباكي جاي وحضنتيه هيجيلك ورثك، هيجيلك فلوس قديمة فقدتي الأمل فيها، أو إنسان عزيز رجع لحياتك. تمام. لو المتوفي جايب لك رزق نفس الحكاية. خلاص. المتوفي ليه يعني أوجه كتيرة قوي للأسف الناس برضو مسكت في حاجة وفضلت عليها. هو يخوف طبعا المتوفي يجي ياخد، لكن ده وجه واحد للتفسير من 20 وجه للتفسير. فمش دايما تشوفوا المتوفي جاي ياخد حد دلالتها ان هو حاجة سيئة. تمام. حلو قوي. محير محير ومرعب يعني كتير بيبقى حقيقة. مرعب جدا جدا، بنبقى خايفين حتى لو شفت انا الحلم وشفت متوفي بياخد حد تاني اكيد ببقى مرعوبه على ممكن الحد خساره التاني. فلوس للحد التاني ولا بيبقى الشخص لا اللي بيحلم؟ يعني ممكن انت لو شفتي مثلا ان هو بياخد مثلا حد ممكن ده ضمن التفسيرات. انا اصلي مش بفسر وجه واحد، انا بديكي اكثر من وجه وبيبقى كلهم صحيحات. حلم واحد بفسره لك مرتين وثلاثه. ايوه صح، ما حضرتك قلتي دلوقتي كذا تفسير، بس اللي يجي عليا بقى اللي يبقى اكثر حياتي. ايوه اكثر، وممكن كلهم يتفسروا يعني ممكن كلهم يحصلوا. تمام. فكذا وجه للمتوفي انه ياخد، ممكن يجي ياخد مثلا منك رزقه مش الشخص اللي انت شفتيه بياخده، فلوس او ارض او عربيه او وظيفه. فمش دايما اللي بياخده المتوفي بيكون حاجه يعني وفاه. تمام. احنا معانا برضو مروه على التليفون. الو يا مروه. مروه الو. الو اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اتفضلي سؤالك. ايوه انا كنت بس عايزه اسال عن حلم كده بنتي بتحلمه، هو اتكرر معاها 3 مرات. هو احنا ساكنين في بيت عيله اولا. تمام. 3 مرات. عايزه اخر مره احكي لي. اخر مره هو نفس يعني نفس الحلم 3 مرات. أوكي. هي بتبقى نازله على السلم. هي بتبقى نازله على السلم وبعدين بتلاقي كيس فيه طفل متقطع، دماغه لوحدها ورجليه لوحدها وايده لوحدها وقلبه لوحده وبينبض، وبعدين بيفتح عينه وبتكمل النزول، فبتلاقي راجل يعني زي بيوظف في الشقه وكده. بيعمل ايه الراجل ده؟ بيوظف. نعم. بيعمل ايه الراجل ده؟ زي مثلا بيوظف الشقه، بيعمل محاره حاجه زي كده. هو غريب. بيبيض الشقه قصدك؟ مثلا الالوان ايه؟ الالوان ايه؟ سامعاني يا مروه؟ ايوه. قولي انا قررت. هو مش بيبيض، هو يعني زي بيعمل في الحيطه كده، هو مش بياض يعني. تمام مش تمام. بنتك عندها كام سنه؟ بنتي عندها 14 سنة. لسه صغيرة خالص. طيب انت اكبر ولادك عنده كام سنة واصغر ولادك عنده كام سنة؟ هو اصغر ولادي عنده ماشي، هو اصغر ولادي عندهم 1 5 سنين واكبر ولادي عندهم 22. طيب عندك اي مشاكل صحية؟ انت تكيس في المبايض او حاجة؟ لا 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 لا. تمام. بصي حبيبتي، بيحصل مشاكل بين بنتك واخواتها، ودايما انت بتقولي لها تنازلي وما تبقيش دايما عنيده. بيحصل، وتطلبي منها انها دايما تكون يعني ايه ما تتشددش في رايها، وهي دايما بتبقى بتقول لك طيب وبتسمع كلامك ساعات، بس هي بتبقى على مضض، هي مش حابه ده. هي بتتنازل كتير عن حقوقها يعني، اصلها صغيره فبتسمع كلامي كده. طيب حصل عندكم خساره ماديه الفتره اللي فاتت؟ لا لا لا. طيب شفتي الطفل المتقطع في الكيس ده؟ هو مش انا، هي اللي شافته، هي اللي شافت 3 مرات تشوف الحلم ده. تمام. شفتي الكيس الطفل المتقطع في الكيس ده؟ شافته. طيب ما حصلش عندكم اي خساره ماديه؟ بعتوا حاجه الفتره اللي فاتت؟ لا بيع لا لا. ولا خساره؟ لا الحمد لله. طيب الحمد لله. ممكن يكون ان بنتك يعني الافضل انك انت تساليها في حد مضايقها من بره البيت ولا لا. تمام؟ تمام. في حد مضايقها من بره البيت، يعني في حد عمال يضايقها، لكن هي كونها ان في حد بيظبط الشقه وبيبيضها او بيعملها يعني بترجع الامور تتصلح تاني. انتوا في بيت عيله؟ طيب اتاكدي بس ان ما فيش حد من ولاد عمها ولاد خالها مضايقها شويه. تمام. اوكي؟ كويس. شكرا يا مروه ليكي جدا.
امل حاسه ان في حاجه انت قلقانه منها في الحلم ده، في حد بيضايق البنت جامد او في حد بيتعرض لها عشان تاخد انا بالها. شايفه اكتر ان ممكن يكون في خساره ماليه ليهم، خساره ماليه على ارض او على بيت لسه بيبنوه، لسه يعني لسه ما جاتش، لسه بيحاولوا يبنوه او ارض. انا سالتها مرتين السؤال ده، هي بتقول ما حصلش خالص، فانا مش عايزه اقول لها حاجه سيئه يعني. اه انا فاهمه انت مش عايزه تبشري بالسيء. طيب لا ان شاء الله خير باذن الله. احنا برضه معانا محمد. الو يا محمد. محمد من الجيزه، اهلا وسهلا بيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. حضرتك انا لسه كنت من فتره جامده قوي كنت بحلم ان انا على طول، يعني انا عندي حلمين. اول حلم كنت بحلم ان انا على طول في الحمام بتاع الجامع، ولا اي او بحس ان الناس شايفاني يعني في حته مكشوفه. بس بعد كده عملت عمره، بعد كده قالوا ده كان اذى وكده وفرج وربنا سهل لك وعملت عمره كده. الحلم الثاني، استنى بس محمد. نعم. يوم ما كنت بتشوف الحلم ده كنت متجوز ولا لا؟ لا متزوج. طيب مراتك جنبك يا محمد؟ لا مش موجود. انت ما بتحبش مراتك تعرف دخلك ايه؟ ما بحبش مراتي تعرف دخلي ايه؟ لا عادي. معاك يعني فلوس كام يعني؟ لا لا يا محمد. محوش مثلا او مرتبك كام؟ ملوش علاقه لا بمس ولا بغيره. طب كويس ان هي مش جنبي. انا عماله اقول لك، انا سالتك الاول، ما انا عارفه انا بسال كنت قلت ايه؟ اسمه مستعار بقى كمان بالمره. فانت مش عايز حد يكشفك في موضوع الفلوس اللي معاك، ملوش دعوه لا بمس ولا باي حاجه ثانيه. خلاص؟ تمام. قول الحلم الثاني. الحلم الثاني لسه امبارح حسيت ان احنا انا اتنقلت من مكان لمكان، يعني في مكان فينا كنت قاعد فيه بقالي بتاع 3 سنين، اتنقلت في مكان ثاني. المكان القديم ده لقيت ان زي بقره صفراء، مش كبيره ولا صغيره، يعني ايه شابه صغيره كده وطيبه كده وصفراء لونها حلو، وهي يعني تحس ان هي انا فرحان بيها. كانت واقفه قدام مراتي كده، رحت انا عملت لها بايديا كده قلت لها تعالي تعالي، حكيت قعدت تتمسح فيها وقعدت انا اهرش لها في جسمها وادعك لها كده في جسمها وفرحان بيها ويعني وخلاص خلص كده، بس انا قايم مرتاح. وبعدين قمت بالصدفه، انا بصحى الصبح لقيت ان انا كانت انا على طول بسيب ايه بسيب قصدي اذاعه القران، تمام. لقيته بيقول البقر. على والله والله العظيم قلت بقره صفراء فاقع لونها، قلت لقيت على سوره البقره طبعا، حتى انا قمت فرحت كمان. طيب قولي لنا دلاله ده ايه؟ عندك اولاد ايه يا محمد؟ انا عندي 3. ربنا يبارك. عندك بنت؟ لا. ما عندكش بنات؟ لا لا. طيب انت قلت حاجه في اول الحلم انا ما فهمتهاش. قلت انا كنت في مكان وانتقلت، ده جوه الحلم ولا بره الحلم؟ لا 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 لا، ده هو بره الحلم. لا ما تحكيليش يعني بره، احكي لي جوه الحلم، احكي لي الحلم بس. ايوه ما انا بقول لحضرتك ان انا حلمت ان احنا في المكان القديم. اللي هو ايه؟ اللي هو البيت اللي هو الشقه القديمه. تمام. اللي انا قبل ما اتنقل يعني. ان احنا هناك والبقره دي جت وقفت قدام مراتي وقعدت برضه تطبطب عليها. انت بعت البيت ده يا محمد؟ لا لا لا، ايجار قديم. ايجار قديم، خدت فيه فلوس ولا حاجه؟ لا لا لا، موجود زي ما هو. اصلك عمال تهرش للبقره، يعني انت عمال تاخد فلوس من حاجه. لا 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 محمد، انت بتاخد الفلوس وبتخبيها واحنا هنكلم المدام. الحمد لله، ده رزق قادم ليك. تمام الحمد لله، ورزق على حاجه قديمه. انت في الايام اللي فاتت دي فعلا كان انا قلتها كده، قلت ممكن يكون على سوره البقره ان ده يعني ايه بعد سباق بعد 7 عجات. محمد انت لو فسرت الحلم الثالث انا هطلع راتبك كام ومعاك كام في جيبك. بس كده خلاص، انت بتتكشف، انت عمال تتكشف. لا انت عمال تطلع فلوس، عمال تطلع فلوس الفتره دي شويه بس مش مبين كل حاجه، بس عمال تطلع فلوس شويه، ويمكن دي فلوس قديمه او على حاجه قديمه انت بعتها او خدت فلوسها، الله اعلم. جميل، شكرك، شكرا جدا ليك يا محمد. فكره ان هو يعني مثلا الحلم بتاع الحمام ده وهو حاسس انه مكشوف، اكيد الحلم ده يعني بينغص على الواحد عشته، بيبقى متضايق وقايم متضايق وحاسس ان هو الناس كلها شايفاه. بناخد شويه كده لما نرجع للمود بتاع اليوم العادي. صحيح. يعني فده معناه انه البني ادم لما ضميره بيأنبه على حاجه ممكن يحلم بيها وتفضل هي اللي ممكن هو بقى هنا في دي، هو ضميره قلقان ولا قلقان لا يتكشف؟ قلقان لا يتكشف. قلقان لا يتكشف.
طيب يعني هتلاقي هديه حلوه بس واكسر العين دي وخلاص وانت مش هتحلم الحلم ده تاني. الناس ما بتفتي تقول له عندك حسد وعندك ومس وحاجات كده وهم مش فاهمين اصلا المعنى. لا يعني ورحت عمره ولما رجعت الموضوع انتهى. يعني طبعا العمره دي حاجه جميله جدا طبعًا جدا واكيد هتضيع منه كل الاحلام. احيانا الإحاء النفسي بيخلي الواحد يصدق بس هو تفسيره مش كده خالص. طيب يعني الحقيقه احنا للاسف وقتنا طار معاكي هوا يا استاذه امل، وكان نفسي نقعد اكتر من كده كتير لان اكيد عندنا كمان مكالمات كتيره جدا في الكنترول، بيقول لي في مكالمات كتيره قوي، بس نعتذر للناس طبعا اللي بتكلمنا بتحاول توصل لنا ومش لاحقين ان احنا ناخد المكالمات دي، بس عايزاكي توعديني انك تكوني معانا حلقه بقى كامله نفسر فيها احلام الناس. شرف ليا والله، يا ريت. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا استاذه امل يوسف ليكو. مفسره الاحلام. شكرا حبيبتي. ميرسي ميرسي ليكو. وبكده نكون وصلنا نهايه فقرتنا، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا، استنونا.